في إطار السياسة والاستراتيجية الدولة والسياسة الجريئة التي انتهجها السيد رئيس الجمهورية لبعث الاقتصاد من جهة، وأيضا تسهيل التنقل لمواطنينا عبر مختلف الاتجاهات من الجلفة إلى كل ولايات ومن ولايات أيضا إلى الجلفة. إذن هذا المشروع الذي يعني نفتخر به ونعتز به بحكم أنه مشروع جزائري 100% بامتياز. مدير مشروع كوسيدار وضع السكك الحديدية هنا بمشروع بوكزول جلفة الذي يمتد على مسافة 140 كيلومتر، فيه محطة بوكزول، محطة عين وسارة، محطة حاسي بحبح ومحطة الجلفة. هذا المشروع سيتم تسليمه في الأجل المحددة. هذا المشروع يتم إنجازه بأيادي جزائرية 100%. الذي قاموا بإنجاز هذا المشروع تم تكوينهم في الخارج، ويقومون الآن بتشغيل آليات وضع السكك الحديدية التي هي آخر تكنولوجيا في العالم.